يقول ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، يقول بعض الناس عنده تعبد مقيد، فهو يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة، فإذا لم يأتي بها أحس من نفسه أنه ناقص من عبادته لله عز وجل. مثل ماذا؟ الأمثلة كثيرة. مثل من يرى أن العبادة أن أفضلها وما كان أشدها وأعسرها، ولذلك استدلوا بحديث أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشق وأصعب ما فيها، لكنه حديث لا أصل له كما قال ابن القيم رحمه الله. وكذلك طائفة تقدم العمل المتعدي نفعه على العمل القاصر، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: هو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وما جاء في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، باعتبار أن عملهم مستمر بخلاف أصحاب العبادة القاصرة. هذه أمثلة تعبد مقيد. لكن يقول التعبد المطلق هو أن العبد يعبد الله عز وجل ويسعى إلى مرضاته في كل وقت بحسب عبادة ذلك الوقت، فهو يتنقل من عبادة إلى عبادة، لا يعبد الله بعبادة مقيدة. كيف؟ يقول مثلا إنسان مثلا نزل به ضيف فيقول القيام بحقه أولى من الذكر المستحب، لما يأتي وقت السحار والصلاة والاستغفار أولى من غيره، لما يؤذن المؤذن إجابة المؤذن في ذلك الوقت أولى من غيره. إنسان يأتي إليك من أجل أن تعمل معه حاجة، هذا نفع، يقول هو أولى من أن يبقى الإنسان في خلواته. وهكذا ذكر عبادات، قال فهو يتنقل، يقول إن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين فهو معهم، وإن رأيت الذاكرين لله فهو معهم. يقول فهو يدور حيث دار الأمر، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل، يعني من يراه من أهل الخير والحق يأنس به ويفرح به، أهل الباطل يستوحشون منه. يقول فهو كالغيث أينما وقع نفع، وهو كالنخلة منافعها متعددة، يقول حتى شوك النخلة هي منفعة بالنسبة إليه، فهو الشوك هذا الذي بالنخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة في أحاديث، فالشوك من هذه النخلة منه بمثابة الغلظة على أهل البدع وأهل الأهواء. فهو يقول رحمه الله هذا بالله ولله ومع الله، ثم قال والله المستعان وعليه التكلان. ما هي باليد، ما هي باليد، هي بإعانة من الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل، فلا بد أن تستعين به. قلت هذا أمر مهم جدا، لا يعني في قوله التعبد المطلق أن من قام بالواجبات وترك المحرمات واقتصر على نوافل معينة أنه مذموم، لا، هو يتكلم عن الأكمل، يتكلم عن الأكمل، من قام بالواجب وترك المحرم وفعل لو بعض السنن فهو على خير. لكن الحديث عن التعبد المطلق، ثم انتبه، هذا إذا لم تتعارض المصالح، يعني مثلا تعليم الناس العلم الشرعي أو القيام معهم في قضاء حوائجهم وفي نفعهم، هذا أولى من العبادة المحصورة من ذكر مستحب أو صلاة مستحبة، هذا أولى إذا تعارضت، إذا تعارضت، فإذا تعارضت الأعمال قدم ولا تخرج من دائرة التعبد المطلق، قدم إذا تعارض، يعني في وقت ما لا بد إما أن توقع هذا العمل الذي يتعدى نفعه للناس أو تقدم هذا العمل القاصر، ماذا تصنع؟ قدم العمل المتعدي النفع ولا تخرج من دائرة التعبد المطلق. وهذا القول قولي،
والأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته أم سلمة رضي الله عنها عن الركعتين اللتين صلاهما بعد صلاة العصر ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتي الظهر فهما هاتان. انظر، قال أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، يعني واشتغل بتعليمهم للإسلام وترك سنة الظهر البعدية حتى خرج وقتها. من أجل ماذا؟ لأن مصلحة تعليم هؤلاء لما تعارضت مع سنة الظهر أولى.